تتوصل الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. انطلقت منذ يوم أمس مظاهرات في عدة مدن عربية وغربية بالتوازي مع تواصل حراك الجامعات الأمريكية المؤيدة لفلسطين. نعم، وفي الولايات المتحدة نظم الطلاب مظاهرة ومسيرة داخل جامعة جونز هوبكنز، رفعوا فيها شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة. بصوت واحد وعلى كلمة واحدة اجتمع العالم رافعا راية الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني المنكوب من ويلات العدوان الإسرائيلي. تعالت أصوات المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. كانت صيحاتهم تبث الأمل في قلوب أهل فلسطين. في الولايات المتحدة اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة في مدينة فلوريدا التي قامت برش رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع على النساء والأطفال المتظاهرين في إحدى الحدائق هناك. قامت الشرطة باحتجازنا ومنعتنا من مغادرة الحديقة أو حتى بالبقاء على الرصيف، واقتحموا المكان وبدأوا في دفع النساء والأطفال، ثم تم رشنا برذاذ الفلفل وبدأ الأطفال والعائلات بالسعال واحترقت وجوههم. إنه أمر عبثي يتعارض مع أي شيء يتحدث عن حقوق الإنسان. وفي جامعة كاليفورنيا قاطع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين حفل تخرج الجامعة تنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبالقمع الذي تعرض له الطلاب في الجامعات الأمريكية وتخاذل إدارتها. نحن جميعا متضامنون مع بعضنا البعض على الرغم من اختلاف مواقفنا، ولكن لدينا جميعا نفس المطار وجميعنا نحتج من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. وأسوة بالمظاهرات التي شهدتها الجامعات الأمريكية، هتف متظاهرون في إسبانيا وهولندا من أجل تحرير فلسطين ووقف الإبادة الجماعية بغزة. الشرطة فضت بعض المظاهرات واعتقلت العشرات، كما ظهرت المزيد من الاعتصامات في الجامعات الإسبانية مطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف إسبانيا بيع الأسلحة للكيان المحتل.